النبي الخاتم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله بعث محمدا نبيا فلا نبي بعده، أنزل عليه الكتاب فختم به الكتب فلا كتاب بعده، أحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. ثم أومأ بيده إلى صدره وقال: ونحن نعلمه.